السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل التعرف على تفاصيل خبر إليسا، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. بعد إهانتها للشعب السعودي، إليسا تثير غضب المغاربة والنشطاء يشنون حملة ضدها على تويتر. إليكم التفاصيل. أثارت المغنية اللبنانية إليسا غضب المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر على خلفية إعجابها بخريطة تضم الدول العربية، وتظهر خريطة المغرب مبتورة من صحرائها. وعقب ذلك تسطر هاشتاغ إليسا غير مرحب بها في المغرب قائمة أكثر تداولا بموقع تويتر، وذلك تعبيرا من نشطاء مغاربة عن رفضهم لإعجاب المغنية إليسا بصورة تضم خريطة المغرب مبتورة من صحرائها. ونبه نشطاء مغاربة المغنية اللبنانية إليسا إلى كونها تسيء إلى المغرب. وبهذه الخطوة، غير أنها لم تبدي أي اهتمام للموضوع، رافضة إلغاء إعجابها بالصورة، وهو ما رد عليهم نشطاء مغاربة بإطلاق حملة ضدها على تويتر. اعتبر النشطاء أنه لا يمكنهم أبدا القبول ببتر أي جزء من تراب المملكة، لأن الصحراء المغربية هي قضية كافح المغاربة من أجلها عبر أجيال، مطالبين بمقاطعة المغنية اللبنانية إليسا وعدم استدعائها لأي حفل بالمغرب. وفئات من التغريدات هاجمت إليسا بشدة وانتقدتها، واصفين بأن المغرب خط أحمر ولا يشرفهم حضور فنانة أساءت للمغرب من خلال لايكاتها لتويتر ضد المغرب. فمنهم من كتب: لا عاش ولا كان من يتطاول على بلدي، لا تلعبي مع المغاربة مرة أخرى، ومبروك عليك توب وان إن مروكو. وآخرون وصفوها بأنها غير مثقفة وجاهلة بالتاريخ، وآخرون نصحوها بالاهتمام بشؤون بلدها، ولكن فئة أخرى دافعت عنها رغم صدمتهم منها، فكتبت إحداهم: أعتقد لازم نسمع ردها على الموضوع قبل أن نعلن الحملة، بحبك إليسا صراحة بس ما توقعتها منك. كما قال الإعلامي اللبناني زكريا فحام أن إليسا لم تقصد الإساءة. أجزم وأؤكد بأن إليسا لم تقصد أو تتعمد وضع إعجاب على المقال، لأنه إليسا بغض النظر عن أي شيء بيصير، أي مقال يسيء لأي دولة عربية، أبداً أبداً مش ممكن أنه إليسا تتعمد الإساءة له. وأكبر دليل على ذلك وقت اللي كانت إليسا بال2019 بالمغرب على مسرح مهرجانات موازين، لأشادت وأثنت على الجمهور المغربي اللي وصفته بالجمهور العالمي. كما أن إليسا لم توضح ولم تعتذر، ولكن بعد الهجوم أزالت الإعجاب من التغريدة، ما أطفى نسبيا الهجوم ضدها. إليسا في الفترة الأخيرة نشرت تغريدات كثيرة سياسية بعد تدهور الاقتصاد اللبناني، فهل آرائها السياسية ستؤثر على جماهيريتها؟ أنا على الصعيد الشخصي كزكريا فحام ضد أي فنان في لبنان كان أو في العالم أنه يبدي رأيه بالسياسي أو يتدخل بالشؤون السياسية. ممكن في إحدى اللقاءات يمرر مرور الكرام ممكن رأي خاص فيه، ولكن صح أنه إليسا تدخلت إلى العظم في الشؤون السياسية والآراء السياسية في لبنان، هذا شأنا. ولكن أنا بقول لإليسا وكتار من اللي بيشبهوا إليسا بآرائهم السياسية أو بتدخلوا بالأمور السياسية، أنا أكيد أنه أنتم خسرتوا عدد كبير من جمهوركم. وبعد اتهامها بالإساءة للمملكة المغربية، كتبت إليسا تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: مرت بعمل لايك لفكرة لنكتة التصوير ما بيكون مقصود فيها الاستخفاف بأحد. وأضافت أيضا إليسا قبل أيام أنه ناشر كلاما مع خريطة الدول العربية وما دققت بكل بلد، وبعض الناس اعتبروها بالصورة في تقليل من أهمية المغرب، هذه البلد أحترمها من شمالها لجنوبها، وحتى شيء لن يجعلني أختلط مع شعبه الطيب. أشوفكم قريبا.
متتبعين قناتي، شكرا على تفاعلكم وتشجيعاتكم. قبل أن ينتهي الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ولايك وترك تعليق.